مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بيكم معانا ولمه حلوه جديده لمتنا النهارده فيها نور. اهلا بيك يا نور. اهلا بيك يا مها، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله تمام. يا رب دايما يا رب دايما. النهارده حلقتنا انا مش عارفه وانا ببتسم، حاسه ان عايزه ما ابتسمش، لان موضوع الحلقه النهارده بصراحه موضوع مؤثر جدا جدا. موضوع اول ما بنجيب يعني سيره اللفظ ده بنحس بقبضه كده، بنحس ان احنا ازاي بيحس مش عارفه اوصف احنا بنحس بايه. هو موضوع عقوق الولاد، عقوق الاولاد، ده شيء فظيع فظيع. مش قادره اتخيل ابن او ابنه بيعاملوا ابوهم او امهم بقسوه، او بيهملوهم، او بيرموهم في الشارع، او بيطلعوهم من بيوتهم، او حاجات كتيره قوي. الواحد لما بيسمع عن الحالات دي بيتاثر بشكل غير طبيعي. العقوق له اشكال ودرجات كتيره جدا، يعني ممكن تصل لحد ان الولد يبقى عايز يتجوز في الشقه مثلا فيرمي امه او ابوه في الشارع، وممكن تبتدي بمجرد ان هو يتجاهل ابوه او امه، او ما يرفعش عليهم سماعه التليفون، او ما يطلبهمش يشوف احتياجاتهم ايه، يطمن عليهم سواء وهم اصحاء او هم امراض، يعني في حاله مرض. رايك ايه في الموضوع ده يا نور؟ طبعا موضوع يوجع القلب، يعني احنا فعلا بنتكلم عليه الواحد بيحس بنغزه كده في قلبه، انه حاجه مش سهله. واكيد الابن العاق اكيد مش سوي نفسيا، يعني لو هو سوي نفسيا، لو هو متربي بطريقه سليمه، لو هو عنده اتساق مع نفسه، اكيد هيبقى عارف انه مهما ابوه وامه دول كانوا عملوا فيه قبل كده، لو كانوا غلطانين في حقه او في حق تربيته او ايا كان، هيبقى عارف انه في الاول وفي الاخر دول ابوه وامه، ولازم يبقى تحت رجليهم، ولازم يعني يكون معاهم في كل خطوه هم بيخطوها وبيحتاجوا فيها. لانه الواحد لما بيكبر يبقى عايز يتعكز على اولاده. امال هو بيخلف ليه؟ مش الخلفه عزوه؟ فليه بقى يعني بعد كده بيحصل العقوق ده؟ انا متهيألي ده هما ما بيفكروش خالص كده. وبعدين بنلاقي اسباب كتير، يعني الاهل دول بيبقوا عايشين، الام والاب دي ما فيهاش نقاش ان هم عايشين عشان ولادهم، بيشتغلوا بيبذلوا مجهود وبيعملوا كل حاجه في حياتهم علشان الولاد. احنا بنشتغل عشان نجيب فلوس، عشان نوفر فلوس للولاد، عشان تعليم كويس، عشان اوديهم لدكتور لو عيوا، عشان البسهم في العيد، علشان البسهم في كل موسم في الشتاء وفي صيف. انا عايش حياتي كلها عشان ولادي. فلما يجي الاب يكبر او الام تكبر في السن ويلاقي ان البذره اللي زرعها دي وقعد بيرويها بجد بمعنى الكلمه بدمه وبعرقه، ما ينفعش ان انا الاقي منهم اي حاجه غير الحنان والحب وكل تطيب الخاطر اللي ممكن يحصل في الدنيا. فانا مش عارفه اكيد دول ما بيبقوش اسوياء خالص، اكيد 100%. يعني لا يمكن 100% تكون، لانه مين اللي في الدنيا؟ يعني احنا كنا زمان نتفرج على الافلام اللي هو لما واحد يجي يرفع ايده على مامته ويقوم الاذان يدن تقوم ايده، مش عارف يحصل ايه. طبعا ده كليشيه، بس هو الواحد من جواه بيحس الاحساس ده، اللي هو لما يعلي صوته او لما يتعامل بطريقه مش كويسه، او لما في ناس بتوصل معاها فعلا لمد الايد. يعني من كام يوم كان في حادثه بشعه بشعه، واحد قتل مامته وقبل ما يقتلها كان بيعذبها ازاي؟ يعني الراجل ده مش عارفه ده ممكن ازاي هو ازاي اساسا لانسان تاني انك تعمل فيه كده، فما بالك بقى لو امك. ده هو جاي منها، يعني اللي هو انت كنت جواها قدر يعمل كده ازاي؟ ده انا مش قادره اصدقه بصراحه. بصي، هو في حالات طبعا بلا شك ان بتبقى المخدرات هي السبب فيها. طبعا بلا شك طبعا. ده مش يعني مخدرات عاديه، ده حاجات اللي هي اللي بتحتاج فلوس كتير وبتبوظ اسمه المخ بجد، وهو عايز مثلا يشرب المخدرات دي او ما اعرفش بقى بيشموها ولا بيعملوا ايه، فبيبقى محتاج فلوس، فممكن بيصور بيبقى في حاله مش طبيعيه للاسف. بس في حالات تانية، يعني دايما نقول ان في اسباب للعقوق ده. مش عارفه احنا هيبقى معانا الدكتور ايهاب عيد هيجاوب لنا على الاسئله دي كلها، وده موضوع مهم جدا ان دكتور ايهاب عيد فعلا هيجاوبنا على اسئله كتير جدا. ونتمنى ان الساده المشاهدين اللي بيمروا بحالات كده يتصلوا بينا في التليفون، لان هيسمعوا منه اجابات على كل الاسئله اللي هم بيتسالوها لنفسهم. هل في اسباب ممكن تؤدي لعقوق الاولاد؟ انا مش متخيله ان في اي سبب بصراحه. ما هو الفكره برضو في الطفل لو عنده، لو هو سوي هيعدي حاجات كتير مامته وباباه بيعملوها ممكن يكون من غير قصد، وخصوصا هو لو الطفل الاولاني ده بيتجرب فيه كل حاجه، فهو لازم يكون عارف ان مامته وباباه دول هم كمان ما اتعلموش تربيه في مدرسه مثلا، او خدوا منهج تربيه،
هما بيجربوا فيه ومعاه وبيكبروا مع بعض وكده وبيطلعوا خبراتهم والتربيه اللي تربوها على الطفل ده. فلما يكبر لازم يكون مقدر ده، لكن لو ما قدرش ده، هي الفكره بقى انه ايه، الطفل ده ممكن او الابن ده ممكن يكون كان بيتعامل وهو صغير معامله قاسيه سواء من الام او من الاب، او مامته وباباه ممكن يكون كانوا منفصلين فهو كان عايش مع حد فيهم فبيقسيه على الثاني، فبرضه هيطلع في عقوق. عارفه حتى اللي بيحصل فيهم كده، يعني حتى لو الاهل منفصلين وحد فيهم بيقسي طرف على الطرف الثاني، الطرف اللي هو اللي دايما يعني شايف كل عقوق من ابنه وهو صغير بيقول بكره يكبر ويفهم، بيبقى عنده امل ان هو هيكبر ويستوعب ويفهم ان مهما كان انا ابوك، مهما كان انا امك، استحاله هكون قصدا ان انا اضرك في يوم من الايام او ان انا اسيء اليك في يوم من الايام. الناس دي بقى او الولاد دول لما عايزه يعني اسالهم كده، لما حد فيهم راح منك، لما ام او اب منهم توفوا، حسيت بايه بعد العقوق وبعد ما انت نسيهم؟ وبعد في ناس بتودي دار مسنين، وعلى فكره انا ما عنديش مشكله في فكره دار المسنين دي، فكره حلوه جدا، لانه ممكن ساعات الام او الاب ما ينفعش يعيش مع الولد لو متجوز، مع البنت لو متجوزه، على حسب الظروف اللي هم حواليهم ممكن يروح دار مسنين يبقى قاعد مع ناس من سنه ويبقى في رعايه متكامله وكل حاجه، بس لازم يكون في زيارات مستمره ولازم يكون في سؤال مستمر واهتمام. فكره ان هو بقى الناس اللي بتعمل كده، لما والدك او والدتك توفوا حسيت بايه؟ حسيت ان انت كنت مقصر ولا حسيت ان انت كنت لا عادي مش مشكله؟ هو لو طبيعي هيحس ان هو لا مش هيحس انه مقصر، ده هيعيش ايام فعلا ما بعدها ايام. طبعا لو بني ادم طبيعي وبعد وفاه امه او ابوه اكيد هيحس بتانيب ضمير وندم ما بعده ندم. بالظبط، ده الناس الطبيعيه اللي بتزور اهلها وكويسين مع اهلهم. لما والده او والدته يتوفوا ويرجع يقول يا ريتني كنت بزور اكتر من كده، يا ريتني كنت ببوس ايديها ورجليها، يا ريتني كنت بعمل ساعه كمان، نفسي بس واحده من ربنا بس اذن يعني. بالظبط كده. فما بال بقى اللي بيبقى يكون عاق، فاكيد ده بيحس بندم فظيع، يعني بيبقى شارد دماغه خالص، حيث لا ينفع ندم، حيث لا ينفع ندم، يعني بيندم بلا شك لو هو طبيعي. لو انسان طبيعي، لان احنا ساعات بنشوف اباء وامهات عاملين اللي عليهم وزياده ومدخلين مدارس كويسه وبيلبسوا احسن لبس وبيخرجوا احسن خروج وبيصفروا اولادهم وبيعملوا لهم مش عارفه ايه، وتلاقي مثلا على هفوه من الام او من الاب اي حاجه، اي خناقه، اي بتاع، يقطعوا ابوهم او امهم. ازاي يعني؟ ده بسبب الدلع الزياده برضو، ان الطفل برضو ما تحملش مسؤوليه وما عرفش ان ابوه وامه دول بني ادمين ولازم زي ما هم بيشيلوه هو كمان يحس بيهم، مش لازم يشيلهم وهو صغير يشيلهم، بس يحس بيهم، يشيلهم غصب عنه، يشيلهم. احنا بنتكلم في المرحله بقى على راسه خالص من يشيلهم البدايه، على راسه ولازم يشيلهم على راسه، ده لما يكبر. ده الواحد لما بلاقي مثلا ساعات امي مثلا تقول لي يا رب يا بنتي ما اكبر قوي واتعبك، يعني انا مش عايزه عمري اعيش لما اتعبك، أو لا تتعبيني، ده أنا نفسي أمنية حياتي كده، أقعد أهزر معاها وأزغزغها ومش عارفة، أقول لها أمنية حياتي في الدنيا إن أنا أبقى قاعدة وأنا حطاكي على حجري وأنا اللي بدلعك. بالظبط كده، أنا اللي بدلعك. يعني أنا عندي أمين أصلي، عندي أمي وخالتي الاتنين أمهاتي، ربنا يخليهم لك يا رب. فبالظبط كده، يعني الاتنين عارفة إزاي اللي هو أنت عايزة ترد الجميل مهما عملت في حياتي، عمري ما هرد الجميل. بالزبط. عمري ما هرد الجميل. جميل ده ما بيتوفاش، جميل الاب والام ده انا بشوف انه الواحد مهما عايش ما بيتوفاش، يوفيه مع ابنه بقى، يبدا يعمل مع ابنه زي ما ابوه كان بيعمل، يشتغل. برضه انا بحس ان البني ادم الطبيعي بمجرد ما بيخلف بيبقى عارف كويس قوي ان حياته بقت هي العيال، يعني بالزبط. كل مصدر دخل، كل حاجه، كل متعه، كل اكله، هو اهم حاجه عنده للعيال. بالظبط. فتخيل يعني دايما الواحد بيقول ايه، لما تكبر وتخلف هتعرف انا بحبك قد ايه، هتعرف انا كنت بخاف عليك قد ايه، وده حقيقي. لما يكبر بقى ويلاقي في عقوق هتتردله في 100% الابن طبعا. العاق والبنت العاق هتتردلك، لان ولادك شايفينك بتعمل ايه مع مامتك وباباك، واكيد هيعملوا معاك اسوأ، لانه الجيل كل ما ده ما بيبقى اسوأ، ومتهيألي كلكم شايفين وقلوبهم ده على مستوى العالم على فكره بتبقى اجمل، مش مش مصر بس، ده على مستوى العالم، من الاجيال كلها للارض بقت للأسوأ. عمليه اكتر ما بقتش فيها العاطفه اكتر. طيب احنا هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني مع دكتور ايهاب عيد، هنسمع منه كلام كتير، وارجو ان احنا نتواصل من خلال التليفون عشان نسمع منكم ايه مشاكلكم مع اولادكم.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية، وموضوع حلقتنا النهاردة الموضوع اللي بيحصل في مجتمعنا وفي أي مجتمع في الدنيا، بنشوف أبناء عاقين لوالديهم قد إيه الموضوع ده بيبقى مؤثر جدا، قد إيه هو له درجات كثيرة جدا. عايزين نعرف النهاردة من ضيفنا أستاذ دكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ نورنا يا دكتور والله. أهلا بيك دكتور. عايزين نعرف هو ليه حاجة ممكن تبقى عكس الفطرة، يعني الفطرة الطبيعية إن الأبناء يطلعوا بيحبوا أبائهم وأمهاتهم زي ما بالزبط. الأب والأم بيعشقوا أولادهم بالزبط. إيه اللي ممكن يوصل إنسان على الفطرة كده طبيعي جدا إن هو ممكن يتحول ويبقى عدو الأم وأبوه؟ تمام. إزاي ده ممكن يحصل؟ بص حضرتك، او خليني الاول اقول يعني انا طبعا تاثرت لما حضرتك واستاذ نور في الاول لما اتكلمتوا على، لان شيء مؤذي جدا، يعني اللي هو ايه عدى الله سبحانه وتعالى اكبر الكبائر يعني عقوق الوالدين يعني. فبس في سؤال برضو يعني برضو ايه هو العقوق، ما قد نختلف عليه يعني انه انا في اب حساس ممكن حاجه بسيطه، لكن الحقيقه هو الامر برضو حساس يعني مجرد انا في رايي مجرد انه ابن مش زي ما حضرتك بتقولي يطلع ابوه، ولا اختفاء الابن من المشهد تحت عنوان انه راح يدرس في دوله بره او انشغل مع اصحابه برضه في سن او مع زوجته او مع زوجته او بنت انشغلت يعني مع زوجته، يعني شالك من جدول اولوياته شويه. في ناس بتصنفه انه عقوق. لا، احد الشيوخ كان بيتكلم بيقول انه لو اضطر الاب انه يقول لابنه انت وطي صوتك شويه وانت بتتكلم يبقى انت في عقوق، حاجات زي كده يعني. فخدي بالك، بس في ثلاث حاجات، في الجينيتكس، في البيئه اللي انت اتنشات فيها، وفي الثقافه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي زي ما حضرتك كنت بتقوله برضو من شويه. كل دول فاكتورز بيلعبوا في الموضوع. فالجينات احنا شفنا عيله كده كلها غالبيتها بيبوقوا في اهاليهم ويزعقوا في امهاتهم ويبصوا لهم بصه مش عارف ايه، كان الموضوع بيجري في دماغهم. وشفنا كمان حاجه اسمها توكسيك بيرنتس او الاباء السامين، كما كتبت احد الكاتبات الاجنبيات توكسيك بيرنتس، وكتبت قالت هي كانت متخصصه في الابيوز، في ضرب يعني الاباء اللي بيضربوا ابنائهم يعني ينتهكوا حرماتهم بالذات عن طريق الضرب، وهي تخصصت في كده، هي اتضربت اصلا. فلما بتعمل اباء من كتر الدراسات اللي عملتها اثبتت هذه السيده انه الموضوع بيجري في الدماغ، يعني انت لما باباك بيضربك وتاخد الضرب والطاقه السلبيه بيسموها حتى احد المتلازمات في طب الاطفال باترد بيبي سندروم، اللي هو الطفل المضروب ويجيب لك صور ومبهدل، او حتى انك انت تفرق بينه واخواته، ما خد بالك برضو الموضوع ممكن يبقى عقاك ابوك فانت عققت ابوك يعني عمليه مردوده. فعلى مدى السنوات اصبح جواك طاقه سلبيه، قنبله موقوته، وبرضه حسب قانون نيوتن الطاقه لا تفنى، هتطلع ولا تستحدث من العدم، ولكل فعل رد فعل. فالنتيجه انه بعد شويه الطفل ده بدا بقى يعبر عن فورته تجاه بابا او مامته في صوره بصه، في صوره يعني رد سخيف زي ما بنقول مثلا. لكن طبعا يعني لا اختلاف على انه الحقوق يعني برضه هنا ثقافه المجتمع انه مفروض يعني قد يقصر المجتمع في انه عن طريق وسيله الاعلام، عن طريق الدين، عن طريق رجال الدين، عن طريق وات ايفر، ان هم يوصلوا الناس ايه هي الحقوق، ايه الواجبات. هي زي ما حضراتكم قلتوا هي فطريه، بس هي الفطره في الاباء الاول، يعني انت بتقعد تدلع ابنك وتجري تجيب له لبن وتشوف صحته وتجري، حاجه فطريه ما فيهاش ما بفكرش. بس انت ابنك بقى عقبال ما يلقط ده هو بيتصرف برضه بسجيته، عقبال ما فيش عنده بقى فطره ان هو يحبك ويشكرك، يعني دي مش موجوده الا انت تدربته عليه. يبدا بقى امتى هتحاسب عليه؟ امتى؟ بعد البلوغ. بعد البلوغ. تبدا انت تتنبه انه او ناس تقول لك انه في ناس تقول لك الام ما حدش بيقول لها خدي بالك من ابنك، المفروض المفروض. لكن الابن بيحتاج ان حد يقول له خد بالك دي مامتك، ما ينفعش. بيحتاج. ده معناه ان هو مش فطره، معناه ان يعني طاعه الابناء لابائهم هي مش فطره. هو لا مش فطره. لا انا قصدي كلمه فطرة. لا هي اللي فطره. انا قصدي لا هي فطره. لا هي دكتور يعني الحب اتجاه الوالدين، طبعا اتجاه اللي يحبك عموما بالظبط، فهو هيحبك فمش الطبيعية. ممكن يبقى قاسي عليك يعني هو ان هو مثلا ما يسالش عليك او من، فانا قصدي دي الفطره. بس استغربي يا انه اي حد بيحبك فطريا انت بتحبه. تيجي عند الاب والام عشان انت مطمن لهم قوي، وان دول باي ديفولت دي ناس واثق في حبهم تقعد تدوس فيه نفس الكلمه بسمعها من مدرسي بقول له
من زميلي لكن بابا بقول لك وبعدين بقى انت كل حاجه تقعدوا تقولوا لي الاب والام وبيتعذبوا من الحته دي طبعا. فانا عايز برضه اوصل للناس حاجه، اذا كان حد مستني ان ابنه خلينا نبص لها كده، ما تستناش ان ابنك يبر بيك ويسمع كلامك ويحبك ويعطف عليك. يمكن انا في رايي دلوقتي في الزمن ده الاربعينات الخمسينات يبقى يعني يا دوبك معقول، والله حصل قبل كده يبقى خير وبركه. يعني الجيل الجديد مش هيبقى بره قوي زي ما احنا متخيلين. الا ما رحم ربي. مش منتظر الا ان يبقى عنده 40 50 سنه. طب وانا هكون مش موجوده يا دكتور، ما احنا اجيالنا عمرها بقت صغيره برضه. معانا تليفون بس عشان قبل ما يقفل. الو معانا احمد. الو الخير. اهلا مساء الخير، اهلا يا فندم. الدكتور بتاعك اسمه دكتور جهاد عيد. ايهاب عيد. ايهاب ولا جهاد؟ ايهاب. ايهاب احسن ايهاب. لا ماشي. ايهاب يا فندم. معلش يا دكتور ان انت زعلتني وانا زعلان منك ومش مبسوط من كلامك الاخير. ليه بقى؟ اتفضل يا فندم. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده ينتظر وما ينتظرش. كلام ايه؟ واحنا ننتظر وما ننتظرش. اوكي. لا 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 كلام فارغ، الكلام اللي الاطفال الولاد ما عندهمش ولاء ولا عندهم. اولا بص انا هديك مثال بسيط قوي. انا عندي ثلاث بنات. ثلاث بنات دول تخرجوا من اكبر جامعه في جمهوريه مصر العربيه. ماشي، اكبر جامعه اجنبيه، يعني مفيش بقى نوضح اكتر من كده. تمام؟ ثلاث بنات دول راكبين اغلى عربيات تتخيلها في مصر، انا اللي شاريها. ثلاث بنات دول اتجوزوا في افراح بيسموها الافراح المليونيه اللي حضرتك بتسمع عنها. بسم الله ما شاء الله. ماشي؟ تمام. حلو حلو. ممكن ما اعرف. تمام؟ للاسف الشديد في يوم واحده لو صباع تفر لصباع رجلي الصغير وجعني هي جسمها كله وجعها. ربنا يبارك لك فيها يا رب. وفي يوم واحده طيبه طيبه الدنيا والاخره. وفي يوم واحده جحوده جحد الدنيا والاخره. ليه؟ ما اعرفش. واي؟ ما اعرفش. على الرغم ان انا لم اكن ابدا في حياتي قاسي ام شديد او عنيف لا معاها ولا مع احفادي. يعني حضرتك تقصد ان التربيه واحده بس كل واحده طالعه بشخصيه؟ لا التربيه واحده. وانت ما استخسرتش فيهم حاجه ابدا؟ ومزعلاني حرقه دم اللي جاب امي وبقالها 1 year and a month and 3 weeks ما كلمتنيش. على الرغم ان انا كنت مريض وعامل عمليه كانسر في المخ. ماشي. ربنا يشفيك. وكل الفيلم السائد ده بسبب الواد جوزها الجربوعي الكلب الواطي. طب معلش احنا بس عشان الالفاظ. وصلت رساله حضرتك يا فندم، وصلت رساله حضرتك. بص يا فندم انا مقدر مقدر. هو طبعا استاذ احمد منفعل ومتضايق وبصراحه عنده حق. واحنا لازم برضو يعني فعلا نحط هو شيء مزعله البنت الاخيره دي. ما ده اللي انا بقوله. انا بقول يا فندم ما تنتظرش، حصل خير وبركه. ما حصلش ما تزعلش. انا عايز اقول له برضو انه دلوقتي استاذ نور بقى الغالبيه كده، كون ان هو ربنا كرمه بالبنتين دول ربنا يبارك له فيهم، والثالثه ربنا يهديها. بس قلبه مكسور يا هو قلبه مكسور. وبالذات ان عنده حاله مرضيه وعمليه وكده، فكون ان هي قلبها محنش للظروف دي. ما هو ده اللي انا بقوله. يعني انت برضو خدي بالك هو بيقول الكلام ده على فكره من ورا قلبه. شوفي برضه فطرته. هو شتم فيها وقال لك ايه في الاخر؟ بسبب مش عارف جوزها كذا كذا كذا. لانه عارف ان هي فطرتها. هو كاب ممكن تكون هي كبنت. يعني ما ده اللي انا بقوله، مش شرط. سبحان الله، يعني ربنا جعل لكم من ابنائكم احيانا اعداء لكم. هنا انت لو انت باي ديفولت عامل حسابك انه موارد كده وكده مش هتغضب، مش هتتخض. لو ثقفناك قلنا لك بص يا عم ادي على قد ما تقدر، ده اللي ربنا امرك بيه ودي فطرتك الطبيعيه. جالك الرد الفعل الحلو ده قول الحمد لله واشكر وربنا يبارك له فيهم ويهدي الثالثه. ما حصلش ما تتخضش. ما سألش يصعب عليه نفسه يا دكتور. ما هو صح يا نور، مش هيصعب عليه نفسه. ما هو لازم بعد كل ده الرد الفعل بالزبط. لكن هو ربنا دي دنيا، احنا مش في جنه. ومن ناحيه بس الخليه البرين، تكوين المخ بتاع الانسان، لوحظ حاجه غريبه جدا. انه العيال اللي اتزعق لهم او اتضربوا او اتهانوا او انتقدوا حصل عمليات في بعض خلايا المخ. هذا الكلام والله حقيقي ومذكور في اوراق علميه.
لا يذهب ابدا، يعني بيفضل موجود. والطفل ده اللي هو بنسميه ابيوزد او انتهكت حرمته سواء لفظيا او جنسيا او بدنيا او انفعاليا، نو واي انه هو ده بعد كده. ده اللي كنت لسه بكمله، هو لما يجي يربي ولاده، وهنشوف البنت الثالثه دي لو استمرت هتعمل ايه في ولادها، هيعملوا طبعا في ايه. ده كلام الدين العادي والكلام العلمي اثبت كده. الكلام العلمي عشان كده اسمهم توكسيك. يعني ايه توكسيك؟ يعني السم يسري في الاجيال. اب سام يضرب ابناءه، والابناء يضربون ابناءهم، والابناء الى ان تسري فيه. ايوه صح. تمام. طيب احنا معانا مكالمه ولا هنطلع لفاصل؟ هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. خليكم معانا في اللمه الحلوه. ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا دكتور إيهاب عيد. دكتور إيهاب، أنا عندي استفسار بس عن الموضوع العقوق، هل ممكن الدلع يسبب عقوق؟ لا مش ممكن. ليه؟ هقول لحضرتك. أنت بس هتديني كيك ولعب وأنا ما طلبتش. إن سماعي لو تمت وأنت قاعدة بتديني في حاجات، هل ده بس كمعرفة أنا عارف إنك بتحبيني ولا لأ؟ اما يمكن الحب بقى للدرجة بقى قد كده مسلم بيه، فبيبتدي لما يكبر ياخده على انه امر انا عارف طبيعي، فبالتالي انا ما ببذلش مجهود. ده مش العقوق. انا مجرد ان انا اعرف ان ده الطبيعي، ده مش معناه عقوق. هو العقوق انه انا، والمعرفة هنا ان انا في اتنين، واحد بيحبني ويبوسني ويدلعني ويعملني، وواحد ما بيعملش. انا عارف ان ده بيحبني شور. كون بقى ان انا مش بديله وش، دي مش معناه ان انا مش عارف. لا انا عارف، بس ممكن يكون انا مش بديله وش عشان انا صوابع ايدك يا جماعه مش زي بعضها، في واحد بيعرف يعبر وواحد ما بيعرفش. وقلنا قبل كده مره ان في حاجه اسمها الكسيثيميا، عدم القدره على التعبير اللفظي عن الحب. ده مش معناه الحب مش موجود. الحب ثلاث حاجات: عقد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالاركان. في واحد يقدر بس قلبه بيحبك بس هو متلجم. في ناس بتتكسف تقول مشاعرها. وفي واحد بيعرف يعبر اللي هو بس ما يعرفش يعمل حاجه، اللي هو اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. وفي بيعرف يعمل عندي ابني كده ممكن ما يعرفش يبين خالص، بس انا واثقه ان هو بيحبني جدا. ايوه ليه كمان؟ لان حضرتك بتحبيه وبتعملي له كل حاجه عايزه وبتجيبي له اللي هو عايزه، بس ما يعرفش خلاص يعبر. بس مش معنى بقى هو بقى هنا بقى على فكره خطوره ان انت رد فعلك تنفس من اللي ما بيعبرش، مع ان هو بيحب بس ما بيعبرش. وحتى على مستوى الازواج في زوج ما بيعبرش لكن هو بيحب. يبتدي انت تبقى اجريسيف عليه بالظبط كده. لا، وتاخدي موقف منه وتفضلي التاني. انا زوجي مش معبر، فانا بقول له انت ما بتقوليش بتحبني ليه، مع ان هو شايف انه بيشتري حاجات زي ما الاخ كان بيتكلم. بيشتري حاجات ويكلف، هو شايف ان التعبير ده اللي يقدر يكلف على قد ما يقدر. من وجهه نظره ده تعبيره عن الحب. وفي حد بيعرف يعمل بادي لانجوج بس ما يعرفش يتكلم. يطبطب يحضن وهو معدي مثلا. هي كل دي رسائل. لما اصرف عليك بحبك، لما احضنك بحبك، لما اقول لك بحبك. بس الحقيقه العلماء اجمعوا انه مش مشكله اللي في قلبك ايه، طز في قلبك. المشكله انت بتقول ايه. ممكن ابقى ما بحبكش بس بعرف اعبر. اللي قدامك هيفتكرك بتحبه. لكن لو كنت بتحبه بس ما بتعبرش ممكن يفتكر انت بتكرهه. تمام. دكتور هستاذن حضرتك، احنا معانا اتصال تليفوني تاني، احمد من اسماعيليه. احمد مساء الخير. مساء الخير يا احمد، منورنا في اللمه الحلوه. اهلا وسهلا، انا المهندس احمد غريب، بس عشان افرق بين احمد غريب واحمد في المداخله اللي فاتت. اهلا وسهلا يا باشمهندس احمد، اهلا وسهلا بيك. اتفضل دكتور ايهاب مع حضرتك. انا بس ليا ملاحظه على المداخله اللي فاتت على الاخ احمد اللي هو كان بيصرف على اولاده مصاريف ما حصلتش، وبيركبهم افخم العربيات وبيدخلهم افخم الجامعات اللي موجوده في مصر. ارجو لو اي حد متصل، ارجو حد يتجاوز في اي لفظ ولا اي حاجه بالنسبه للضيف اللي حضرتك مستضيفاه، انت المفروض اول واحده تدافع عنه وترد، وما تسيبوش يسترسل في ان الكلام ده مش مظبوط وان الكلام ده هراء. حضرتك ده هو كلام بيتكلم. لا معلش هستاذن حضرتك، هو اتكلم عن ظروفه هو ما كلمش الضيف، هو كان معترض على راي دكتور ايهاب في حاجه، بس في الاخر هو لما خرج بالالفاظ احنا قطعنا المكالمه. تمام. والالفاظ تمام. ما كانتش موجهه للدكتور يا فندم. قبل ما يسترسل بقى في الالفاظ يكون رد الفعل، لان الراجل اللي قدامكم ده انسان محترم. حضرتك على دماغنا من فوق. حضرتك فهمت غلط المكالمه. كان الراجل منفعل لمشكلته، الراجل منفعل بسبب مشكلته مع بنته. الكلام مش متوجه لدكتور.
الدكتور ايهاب قال له كده باللفظ، كلامك اللي قلته في الاخر ده اخر كلام كذا 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 كذا، ده معلش قال ده. انا هقول لحضرتك هو قال ده كلام فاضي، قال ده كلام فاضي، بس دي كلمه بتبقى لازمه في الكلام يا استاذ احمد يا باشمهندس احمد، معلش اعذرني، احنا قدرنا استاذ احمد. دكتور ايهاب تفهمها يعني وقال لنا انا تفهمتها، لانه هو كان تعبان وعامل عمليه وعنده مشكله مع بنته. طيب حضرتك ليك اي استفسار بخصوص موضوع عقوق الابناء؟ هو تفهمها عشان هو انسان محترم طبعا، على راسنا على راسنا من فوق، يتخير الكلمات اللي بيقولها، واخد بال حضرتك، عارف الكلمه، وعشان هو دكتور واستاذ وطب سلوكي فهو مستوعب وعن غيرها طبعا. يا فندم حضرتك ليك استفسار يا فندم؟ متشكرين، شكرا يا فندم، شكرا يا باشمهندس احمد. طيب هرجع لحضرتك، في تليفون تاني، في تليفون كمان. معانا، اهلا وسهلا يا فندم استاذ سامي عبد العزيز، اهلا وسهلا استاذ الاعلام الكبير. استاذ سامي تعليق دقيقتين. الو دكتور، سامعني؟ اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا استاذه مها، اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. تحياتي اولا للدكتور ايهاب، اهلا بيك يا استاذ سامي، الله يخليك يا استاذ سامي. الحقيقه حواره يعني عايز اقول لك يدخل للعقل والقلب طبعا، كل المنطق. ده شرف ليا يا فندم، شرف سيسي. ويمكن انتوا عارفين ان انا دائما اتدخل في البرامج السياسيه، واول مره اخش برنامج ذو طبيعه اجتماعي. طيب ايه السبب؟ لانه الدكتور احمد اثار قضايا اعتقد ما في بيت الا وهو يعاني هذه المشكله بدرجه او باخرى. ايوه فندم. هقول حاجه، يا رب الدكتور ايهاب لما اخسر ثقافه مني ياكلها لي. هل تعلمي ان القران الكريم لم ياتي باي نداء للاب والام لكي يكونوا عاطفيين او رحماء؟ ليه؟ يعني زي ما الدكتور ايهاب قال، الاب والام قبلوا بالفطره على العطاء بلا حدود، والتسامح بلا حدود، بينما كل الايات نزلت توجه للابناء، ولا تقل لهم اف ولا ايه ولا تنهرهما، مظبوط، ها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. طبعا خلاص، طبعا يا فندم. القران كمان قال، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الذين امنوا ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا. يعني اذا ممكن علاقه الابناء بالاباء تصل لحد، او الاولاد تصل لحد العداء. ايوه كل ده شيء طيب، لكن تعالى اقول لك بقى تمام الآلي والدكتور ايهاب ارجو، الامر كله بينطب في منطقه التوقعات. الفرق بين توقعات الاب والام عما يتوقعه من ابنائه هو اللي بيعمل الجرح او الايلام او التضرر. انا ببقى متخيل ايه السبب يا سلامها. ايوه انا اتعودت اني وانا صغير كنت افضل احضن في امي وابويا وحشتوني وابوس رجليهم وايديهم. ايوه الجيل ده طريقته في التعبير مختلفه تماما، مختلفه تماما، ده حقيقي. وبالتالي علينا ان نتكيف مع المنطق الجديد. وهقول لك حاجه بسيطه جدا، بتجيلي بنتي بابا هسالك سؤال، لو ما عندكش اجابه مقنعه ومحترمه ما تردش. انا كنت اقدر اقول لابويا كده يا مها؟ لا انا عارف، انا عارفه يا فندم. ايوه ابني بابا هو انت ليه دايما تبشر في وشي؟ اقول له يا نعمان ان انت عرفت ان انا عيان واتسالت عليا. قال لي هو انت ده معناه اني شاكك اني بحبك؟ خدي بالك يعني معناها ان العطف موجوده. ايوه لكن يظل طريقه التعبير مختلفه تماما، بتختلف من جيل لجيل. علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ايه؟ لقد خلقنا لزهاق خلق اولادنا، معناه لزمن غير زماننا. ما بالك بقى حجم المتغيرات اللي حصلت في الحياه. مداخ من تربيه مدارس، من سوشيال ميديا، من طبعا جعلت سمات واساليب التعبير بل والتفكير تختلف. صح، هم مش شايفين ان الطبطبه معناها حب. خالص ده ممكن قوي يكون بيكلمك تيت ا تيت زي ما بيقولوا، راس براس. ايوه بس انا يعني ما بيحترمكيش. ولو بصيتي له بقى بصه انك انت متذمره، هو انت على طول مكشر في وشنا ليه؟ انا من جوايا ايوه. هقول اخر حاجه وهقولها للدكتور ايهاب،
طيب. الناس مش هتصدقني لما اقول ده. اقسم لكم ان ابني انقذني من ازمات قلبيه وهو عنده 7 سنين. عنده 7 سنين اقول لك اه. قاعد مع مامته ام استاذه جامعيه بتقول له بقول لك ايه يا نعمان، عايزك لما تكبر كده يبقى عندك شخصيه وتاخد حقك بايدك. اسمعي بقى المفاجاه دي. كان عنده 7 سنين سوري هذا. ايوه. قال لها ممكن اسالك سؤال؟ قالت اتفضل. قال لها هو مين عايش حياه مين؟ قالت له يعني ايه؟ قال لها لو انا سعيد بحياتي عايزه اتغيرها ليه؟ انا يا استاذه مها 7 سنين. ايوه يا خبر ابيض. اقسم بربي سمعت الجمله دي. اه. اديت لهم ظهري وما كانوش شايفين. دخلت اوضتي صليت لدركاتي قلت احمدك يا رب ان بدري بدري ابني بعت لي منطقه في التعامل لكي ينقذني من الصدمات النفسيه. القصه يا حبيبي بامانه اللي محتاجين يتكلفوا هم الاباء والامهات. ده حقيقي. كان لسه في الفاصل فعلا دكتور ايهاب بيقول كده. هنتكلم عن الجزئيه دي فعلا يا فندم. بنشكرك جدا يا دكتور سامي والله. لولا الحديث الشيق ولولا المدخل العلمي المحترم والانساني. بصي بصي بقى الثبات الانفعالي ده عند دكتور ايهاب جدا جدا. وفي الفاصل قال لنا انا استوعبت يعني المداخله اللي كانت قبل كده لان حاله الغضب اللي هو فيها. شوف قد ايه قدرته. انا لا اعرف انا لا اعرف الدكتور ايهاب شخصيا بس انا عارف حضرتك. بس انا عارف حضرتك ولغه الوجه بتاعته ولغه تحركاته. ده تدريب يا فندم ومهاره وخبره. طبعا ليتنا نتعلم. فانا الحقيقه بقولها بصوت عالي برفع القبعه للدكتور ايهاب برفع القبعه عليكم على هذا الحوار المهم. والقضيه دي على فكره يا مها ايوه اقسم بربي تحتاج حلقه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ده حقيقي. ده حقيقي. عديده. ده حقيقي والله. بقى هقول لك جمله كده في الاخر. اقول دكتور ايهاب وجودك يا دكتور ايهاب في اللمه الحلوه انت محتاج مني اجمل غنوه. ربنا يخليك. واشكرك. بنشكرك جدا يا دكتور سامي. شكرا دكتور. الكلام الجميل المريح. هو حب ربنا سبحانه وتعالى. وانا عايز اقول لك الاخ اللي اتكلم قبل الدكتور سامي هو ده حب يعني انا ما اعرفوش والله بس حب في الله وكتر خير. هو ما يقصدش طبعا حاجه لحضراتكم. لا 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 وبرده حكم شغلتي خليني فعلا بص يا مدام كنت الاول بتشد وبعدين لاحظت حاجه انفعالات الاباء. واحد جاي ابنه عقه، واحد جاي ابنه جراله حاجه، فجاي متنرفز، انا الاول كنت بنفعل وارد وواحد باصص لي كده، اتاري اللي باصص لي ده متخانق مع مراته اللي قاعد ليه اتنين قاعدين قدامي. ايوه. فانا واخد موقف وبعدين بعد كده ده هو جاي غضبان عشان هم متخانقين وجايين لي عشان يتحاكموا. فاتعلمت ان انا اهدى كده اعرف بس ايه المشكله واقدر انفعالاتك واستوعبي كده ان انت زعلانه مش زعلانه مني، انت زعلانه عندك مشكله فمطلعها عليا لازم استوعب. اه. فاللي زعلان بيلجا لحضرتك. يعني اي حد زعلان او غضبان بيلجا لحضرتك. هي دي شغلتنا بالظبط. بالظبط. الاغرب بقى من اللي بيتقال طبعا بشكر جدا دكتور سامي لانه شخصيه وقامه انا اعرفه يعني. جميل. ممكن هو قال كلمه واحده قال الاوفر اكسبكتيشنز التوقعات العاليه من الاباء دي برضو مشكله. في بعض الاسر الانفعاليه قوي ابني وازاي والمفروض ويجد عكس ما يتوقع. على فكره ده مش معناه انه ما بيحبكش، انت اللي برضه توقعاتك اوفر. الانكى من ذلك هو الاماره بقى. دي حاجه غريبه شويه بالنسبه للعقوق مدمه. ان ابنك هو اللي يكون اوفر او يكون حنين واوفر اكسبكتنج ان انت رد فعلك كاب يكون حلو. ويجد العكس وما اكثر برضه. مش جحود الابناء ولا هسميها ما اقدرش اقول جحود الاباء مع اني شفته. ان ابن حنين ومعبر ويا ماما يا حبيبتي يا ماما يا مش عارف ايه لدرجه انا بقول للامهات ده الحجر نطق يعني. انت شحات الغرام الولد عامل لها هرطات وفيها سهم وبعتها تقول لي يا دكتور لا عجبتك الولد ده انا اجيب لك عندي ملفات منها كتير. قالت انت بتتكلمي بالطريقه دي ازاي؟ اه ازاي ده شحات الغرام. قالت لي يعني ايه قلت لها يعني هو بيحاول يوصل لك رساله يا ماما لانه شاعر ان انت ما تحبيهوش فبيجر شكلك ماما هارت حبيبتي ماما يعني ده يا دكتور حته الحنان الزياده من الطفل ده ممكن يكون هو شاعر ان الاب رسالة. او الام مش حاسس ان هم مش بيحبوه بقى. اه بصي حضرتك ممكن يكون اب حنين متجوز ام بارده المشاعر فخلفوا عيلين بنت ولد حنين ولد حنين وبنت بارده شويه. فممكن البنت تكون طالعه للام والولد فالناس بيقارن بقى دي جينيتكس حتى العواطف وقدره التعبير جينيتكس. فانت اشمعنى الواد ليه ده بحس انه حنين
والست البارده او الراجل الساخن اللي هو بيحب العواطف ده بيبص على عينه ويقارنوا بينهم ويفرقوا ما بينهم بسبب طريقه لا ما ده جزء ده جزء منك انت يعني من شابه اباه فما ظلم فانت انا ابني شعره لون شعري فانا زعلان بقول له انت مش عارف الواد ده اللي شوف اختك شعرها جميل دي جينيتكس فنفس في الخلقه في الخلايا الجسديه هي في الخلايا الانفعاليه طبعا واخد بال حضرتك فبالتالي يعني ساعات بيبقى الغلطه مش في ان ابنك مش بيعبر غلطه ان انت اللي متوقع زياده وزعلان ليه ما حضرنيش زي ابن فلان ابن فلان ده باباه عاطفي جدا على فكره انا مهم قوي الكلام ده يا دكتور عارف ليه عشان واحنا بنحضر الحلقه كنت بتكلم انا ونور نور ام عندها طفل صغير يعني سبع سنوات في الفاصل انا اولادي خلاص عدوا الكلام ده زمان فبالتالي مش هسال خلاص انا خلاص نفدت بس نور فعلا يعني اللي في سنها وكل اللي زي نور نور اتكلمي انت هتبقي قادره اكتر انك تتكلمي عشان ساعات الاطفال ما بتعرفش هل في يا دكتور بقى بعض السمات او الحاجات اللي انا اقدر اشوفها في ابني وهو صغير او بنتي يكون يبين ان الولد ده هيبقى لما يكبر ممكن يكون في عقوق او حاجه انا بعملها معاه بتنعكس فيبقى عقوق بعدين والحق ده ازاي لو هو ده طبع فيه او لو انا اللي بعمل ده تمام في عندنا نوعين من الاطفال دول بالذات اللي مش معبرين نوع انا ممكن ادين ونوع ما يدينش اللي عنده نقص تركيز وتحس انه بيسرح كتير وبيركزش ونتائجه مش حلوه قوي في الامتحانات ورغاي وصوته عالي تحسه مش اهبل بس مش ناضج ده بيعمل كده بس ده بريء وغلبان وده اللي عايز يتنمى الاكسبريشن بتاعه فده تحضنه وتبص وتطبطب عليه وتدربه في نوع قليل اسمه الكوندكت ديس اوردر او الاضطراب السلوكي ودول بيعملوا حاجه اسمها انتي سوشيال بيهيفيرز اللي هي السلوكيات المضاده للمجتمع دول اللي بيكسروا في الثورات الشوارع وبيكسروا لك الممتلكات العامه وده في البيت مخرب قوي مخربين بتوعهم يعني ده عنده مشكله وفي الجينات ولما عملوا دراسه في السجون لقوا كثير من ما في السجون عندهم هذه الجينات او الكروموزومات المسؤوله عن الاجرام شويه دول طبعا قله ولكن طبعا فيهم مشكله ودول لما بيتفرجوا على الالعاب الالكترونيه هم اللي ممكن يرتكبوا في الحوت الازرق او بابجي او مش عارف يرتكبوا حاجات ضد ينفذوا فعلا ويأدوا ألم فجنرالي افترضي في ابنك الخير واوعي تنتظري بالذات في العيال الصغيره دي بالعكس ما لا يغرنك ان طفله تانية معبره يا ماما يا حبيبتي تحضني وتبوسني يبقى ده وحش مش عايز دي اللي تخيلني ما تخيلنيش دي لا هو الاصل على فكره ان العيال كده ودي مش ما تقلقكيش بس افترضي ان هو في ملكوت تاني لوحده وبيستقبل بس دلوقتي وراح لمدرسه وعايز الشوكولاته وما جبتليش ليه الشوز بتاعتي يا ابني طب ما تعبر حاجه ما تقول حاجه ليا شكرا لسه صغير تقول سبع سنين صغير واكبر منه كمان صغير فارجو هنا لنور ما تقلقش من انه هذا الطفل ادي ساعات انت بقى بتتوقف وبعدين تقول لا انا ما هتديني يا مش هديك او تعمل له تيستنج هشوف لما مديش هيعمل ايه ما ينفعش الفكره انت كده بتجرحه وممكن يكون ما يقصدش خالص طيب احنا فاضل لنا دقيقتين اتفضل دقيقه منهم بعد اذن حضرتك يا دكتور ايهاب حضرتك انا بقالي 11 سنه ما شفتكش فندم احنا قبل الثوره يعني كنا مع بعض بالظبط قبل الثوره كنا مع بعض فمن حقي يعني ده فن فوق راسي دقيقتين دقيقه نديها كلمه من حضرتك للاباء اوكي والامهات وكلمه للابناء عموما مش هقول للعاقين او لل تمام عموما طبعا في الوقت نص يعني نص كلمه لدول ده الكلمه اللي انا قلته للاباء بقول يا جماعه بليز ما تأفوروش في توقعاتكم زي ما الدكتور سامي وزي ما كنا بنقول الاخ اللي توقع غلطته على فكره ان هو توقع الاصل في الامور ان هم زي البنت اللي هو شافها عقه دي يعني يفترض كده هتستريح والله لو حصل مش هتتخض ولو ما حصلش هتقول الحمد لله يا رب اشكرك على النعمه الجميله دي فالنبي بس ما تأفوروش في اعتقاداتكم وحاولوا تدربوهم ان هم احضروهم كتير هتبص تلاقيه في الاخر هيتعلم في الاخر هيتعلم دايما اقول الممثل يعني الفنانه الممثله بتنسى انها شحاته وهي غنيه انت بتصدقها طب ما تعملها انت مع اولادك بالنسبه للابناء بقول لهم لو سمحتوا حبايبي بقدر الامكان حتى لو اساء الاباء ليكم انتوا في جواكم عواطف في جواكم محبه والاب كفايه ان هو عمره انت عشان توصل انك تبقى قاعد جنبي دي احتاجت كتير اكل وشرب وصيانه وحمايه انت ما تعرفش اللي حصل عشان توصل للطول لا وحرق اعصاب بيخلص على العمر فعلا طبعا 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 فانا عايزهم حبايبي بس في الزمن ده اللي احنا بنشوف زي ما قالوا بيعبروا بطريقه مش حلوه كل ما كانت يعني ماما وبابا اللي بيحبوك وانت عارف ان هم بيحبوك كل ما انت عبرت حتى لو انت برضه ما بتعرفش تعبر ده بوستهم حضنتهم قلت لهم حاضر يا ماما عملت حاجه وبالذات لو كنت شاب او مراهق
يعني الاطفال دول مش هنقول لهم حاجه، لكن المراهق في، انا بأعجب جدا لما بشوف مراهقين وعندي حاله كده، الولد هو اللي بيقول لمامته حضرتك، والست انا ما اعرفش ازاي بيقول لها حضرتك اللي هي بتعمله دكتوره. فقلت له انا قلت له يا احمد انت انسان محترم، ولو سمحت بعت لي باباك ومامتك، علشان انا بعد ما سمعت القصه انا زعلان منهم. ولما جت الام قلت لها انا بجد ربنا ساعات، خدي بالك برضو الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. مين أدب الرسول؟ ما حدش رباه يعني. هو ربنا، لأن كلهم ماتوا. ففي أولاد كده، في أم، آخر كلمة عايز أقولها، في دادة قابلتها في حتة فقيرة جدا يا نور. فالست دي وقفت في وسط، كنا بنعمل المحاضرة، فقالت لي يا دكتور أنا 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 جوزي مات في السبعينيات في الحرب، وأنا عندي 9 بنات. بس الصبحية بقعد أغسل البيوت، وبعد الظهر أجي في المركز اللي حضرتك، مركز الشباب اللي بتكلمنا فيه. فقلت لها اسالك سؤال، مش عارف الحق اربيهم. قلت لها بناتك الـ9 دول في واحده بتقول لفظ سيء؟ قالت لي لا خالص، بالعكس دول عايز اقول لك بيستقبلوا الناس. قلت لها في حد بيعتدي على حد من الناس او بيقول لك انت يعني اعملي كذا او؟ قالت لي لا لا. قلت لها طب مين رباهم؟ قالت لي هو غالبا اختهم، غالبا اختهم هي الكبيره. قلت لها بصي شوفي، انت مش محتاج، طالما انت نيتك حلوه خارج لله، خارج تعمل حاجه حلوه، هترجع تلاقيهم متربيين، مالكش دعوه بقى. بس اعمل انت ونبي خدم الناس، اللي بتخدمه في الناس هيطلع في ولادك. والعكس صح. صحيح طبعا. ربنا يعافينا ذمها، انه احنا، انا كدكتور اطفال وسلوكيات اطفال صدقيني ساعات لا اجد الوقت لتربيه اطفال، برجع الاقي مش لازم يكون العائد فلوس. ايوه والله العظيم عند في جميل. ابنائي يا مدامها في حد منهم عنده ربنا يشوفها في حاله مرضيه معينه، لطف ربنا الحاله دي المفروض كان يحصل، ما حصلش حاجه، وصلنا لسن انا عندي واد عندي الخير اللي انت بتعمله. انا عندي 26 سنه ما شاء الله. مره اب دعالي قال لي يا مدام، قال لي ايه يا رب يا دكتور بكل عيل اتعدل سلوكه ربنا يبارك لك في حياتك من اللي انت بتعمله فينا. فانا قصدي اقول لك ان ساعات انت العائد ده بيكون يا نور انك انت بتلمسه. ما برضه خد بالك لازم تعرف تستقبل. انت ما بتقراش المشهد، ما بتقراش ان ربنا كرمك من فين الفلوس، لا ربنا كرمك في حاجات ثانيه، كرمك في عيل بيحبك، كرمك زي ما بنقول الرزق، رزق في حاجات كتير بالزبط. قوي، فكرم ربنا في حاجات مش كتير لازم جدا. عيل يعني يقولك يا بابا يا حبيبي، لا ممكن عيل ما يقلش ادبه يبقى ده مش عاق. بالظبط بالظبط. نشكرك جدا يا دكتور، زي ما ربنا كرمنا بيك كده، وبجد ان انت يعني ضيف عزيز علينا، وتشرفنا بوجود حضرتك معانا. وسوري لو في حاجه ضايقت حضرتك، بس انا عارفه حضرتك قلت لنا ان حضرتك مستوعب. طيب وكلهم حبايبنا. ربنا يخليك، متشكره جدا دكتور نور، ميرسي، حلقه جميله حبيبتي، ربنا يخليكي. اعزائي المشاهدين بنشكركم. انا في الاخر بس عايزه اقول جمله واحده بس، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يعني اللي هو اقل حاجه كلنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا كده، وبنعتبرها عادي. صدق الله العظيم. نشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي ان شاء الله يوم الخميس القادم الساعه 6 موضوع جديد اجتماعي يهمكم.